صبحكم الله بالخير أحبتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبداية صباحية جميلة دائما بالنسبة لنا من خلال التواصل معاكم في برنامج في الضحى. نتمنى لكم يوم سعيد، يوم مليء بالأخبار الجميلة اللي تسعدكم وتدخل السرور إلى قلوبكم. حياكم الله أحبتنا، وصباح الخير والسعادة عليكم، وصباح التفاؤل بإذن الله بالنسبة لكل من يشاهدنا في هذه اللحظات. بالأمس اختتمت على مسرح الريان في سوق واقف المسابقة الوطنية للتهجئة العربية التي تقام سنويا تحت شعار تهجئة صحيحة لكلمة فصيحة، والتي يقيمها مركز التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. أسفرت هذه المسابقة عن فوز مدرسة أبي حنيفة النموذجية بالمركز الأول عن مدارس البنين، وفوز مدرسة صفية بنت عبد المطلب الابتدائية للبنات عن فئة مدارس البنات. أكيد نبارك للمدارس الفائزة في هذه المسابقة، وياكم راح نتعرف عليها أكثر من خلال هذا التقرير. طبعا
طبعاً اليوم التصفيات النهائية للتهجئة في المسابقة الوطنية في التهجئة العربية للعام الخامس. طبعاً الهدف الأساسي رائع جداً للمسابقة، وهو أن يكون الطالب لديه حصيلة كبيرة من الكلمات. طبعاً ترسل الكلمات للمدارس، عددها مئات الكلمات، كلمات ليست بالسهلة. يتم ترشيح الطالبات المتفوقات، تتدرب الطالبات طبعاً بتدريب من المعلمة على كيفية نطق هذه الكلمة بالتهجئة، وتكون هناك شروط لنطق الكلمة. أنا اشتركت سنتين، السنة اللي طافت والسنة هذه، لأن أنا حبيت مسابقة التهجئة، منها أني قوي لغتي في العربية وأكون عندي افتخار في نفسي. حبيت أشارك في مسابقة التهجئة لأنها لغة القرآن ولغة الأجداد، ولأن المسابقة بتقويني في اللغة اللي أنا أحبها. أنا مشاركة في مسابقة التهجئة وهذه أول مرة لي، ولكنني أحب أن أهجي الكلمات لأنها تجعل مخارج حروفي صحيحة وتجعلني أفضل في القراءة. خيرا خيرا الجزاء همزة وصل لام جيم زاي ألف حمزة متطرفة على الصف. الطالب محتاج أنه يحفظ هذه الكلمات ويتعرف عليها حتى يكون قادر على التحدث والكتابة. اليوم التصفية النهائية لمدارس البنين والبنات، التصفية النهائية طبعاً للتهجئة، فمطلوب منهم السرعة، الدقة، نطق الكلمة مهجئة صح. فاليوم يعني الطالبات والطلاب على أعصابهم، الله يوفقهم إن شاء الله، ووفق مكتب المعايير صاحب هالفكرة صراحة. لغة الأجداد هذه رفع الله لواها، فأعيدوا يا بنيها نهضة تحيي رجاها، لم يمت شعب تفانى في هواها واصطفاها. بالتأكيد اللغة العربية راح تكون بأيد أمينة من خلال الاهتمام بإقامة هذه المسابقات والفعاليات اللي تهتم بموضوع التهجئة العربية، وأيضا غيرها من المسابقات اللي تهتم بلغة القرآن الكريم وتعليم النشأ في المراحل المتقدمة في المرحلة الابتدائية بالمشاركة في هذه المسابقات. ومثل ما لاحظنا وياكم أحبتنا، ثقة بالنفس لاحظناها من الطلبة المشاركين. نجدد أحبتنا المباركة لكل المدارس المشاركة والتي فازت بالمراكز الثلاث الأولى، نبارك لهم هذا الفوز، وأيضا نتمنى أن يتم الاهتمام دائما باللغة العربية وترسيخها من خلال الاهتمام بهذا النوع من المسابقات. أحبتنا جولة الأخبار الصباحية في كل صباح في برنامج في الضحى، من خلالها نأخذكم في جولة مع مجموعة من الأخبار المحلية وأيضا العالمية. بسم الله الرحمن الرحيم، ونتوكل على رب العالمين، ونبدأ وياكم جولة الأخبار الصباحية بجريدة الراية القطرية، وهذا الخبر عن دليل إرشادي لتقديم الرعاية لمريض السكري في شهر رمضان المبارك. نظمت الجمعية القطرية للسكري عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ندوة بعنوان الصوم الآمن مع السكري، وذلك ضمن حملتها التثقيفية السنوية حول رمضان والسكري، والتي تهدف إلى تقديم أفضل رعاية للمصابين بالسكري خلال شهر رمضان المبارك. أكيد الاهتمام أيضا بالنسبة لمن يعاني من داء السكري، الاهتمام بتوعيته وتثقيفه بأهمية الغذاء وأهمية الصوم السليم اللي ما راح طبعا يأثر عليه، خاصة بالنسبة لمن يعانون من داء السكري. ننتقل وياكم إلى خبر آخر من جريدة العرب القطرية، وخبر عن أريدو التي تطلق خدمة الاتصالات الصوتية عبر LTE. أعلنت أريدو أمس عن إطلاق خدمة الاتصالات الصوتية عبر تقنية LTE Volt تجريبياً، وذلك ضمن إطار خطة الشركة الهادفة إلى الاستمرار في تعزيز قدرات شبكتها السوبرنت. يأتي إطلاق هذه الخدمة كخطوة جديدة هامة تضع قطر في مصاف الدول القليلة في العالم التي تدعم خدمة Volt.
ثالث أخبارنا المحلية في جولة الأخبار من جريدة الوطن القطرية، وافتتاح القمسيون الطبي لكروان. افتتح سعادة السيد جاسم بن سيف الصليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفال النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القمسيون الطبي لشركة مواصلات كروة. وقال سعادة وزير المواصلات والاتصالات: يأتي افتتاح القمسيون الطبي لشركة مواصلات كروة في إطار حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية لفئة العمال، مما يعكس اهتمام الدولة بفئة العمالة الوافدة ورعايتها وتقديم أعلى مستويات من الخدمات لها، مؤكداً أن فئة العمال تحظى بكل الاهتمام لتوفير الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير. نختم الأخبار المحلية بخبر من جريدة الشرق القطرية: استاد الريان يفوز بجائزة أفضل تصميم لهذا العام. نالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث جائزة أفضل تصميم استاد لهذا العام عن استاد الريان خلال مؤتمر الاستادات العالمي 2016 الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة في نسخته لعام 2016. ننتقل وياكم إلى مجموعة من الأخبار العالمية، نبدأها بالحديث عن الجلوتين. والجلوتين أحبتنا هو يعتبر من المواد اللي تعتبر بروتين وممكن يتم استخراجها من بذرة القمح، فالنظام الخالي من الجلوتين قد يدمر الجسد. توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً خالي من الجلوتين أو البروتين لتحقيق نمط حياة أفضل يمكن أن يكونوا يدمرون أجسامهم بالفعل، ولم يثبت وجود أي فوائد لهذا النظام، ويمكن أن يزيد الدهون والسعرات الحرارية التي يتم تناولها بالإضافة إلى نقص المواد المغذية طبقاً لما ذكرته إحدى الدراسات العلمية. أحبتنا أن تعرفين أو من خلال فقراتنا السابقة في فقرة التغذية اللي نعرضها لكم في كل يوم اثنين، أو من خلال استضافة الأخصائيين أخصائيين التغذية من وزارة الصحة العامة، تحدثنا عن البروتين وأيضا المواد اللي يشتق منها هذا البروتين، إن كان في القمح، المكرونة أو بعض أنواع الخبز. أكيد الجسم بحاجة لهذه المواد، فبالتالي إذا كنت تعاني من الحساسية من الجلوتين أو إذا كنت حاب أنك تتعرف إذا كنت تعاني من هذه الحساسية، مراجعة الطبيب للتخلص من أي مشاكل صحية وأيضا للاهتمام بصحتك. ننتقل إلى خبر آخر ويتحدث عن ممارسة الرياضة، وأكيد ممارسة الرياضة مهمة جدا بالنسبة للصغير وأيضا للشخص الكبير بانتظام، التي تعتبر هي الحل الأمثل. يقول خبراء: أن ممارسة الرياضة بانتظام هي الحل لمكافحة العديد من الأمراض، منها السمنة، أمراض القلب، الأوعية الدموية. وأيضا يشير الباحثون في إحدى الجامعات الأمريكية إلى أن ممارسة الرياضة تمنح فوائد مهمة بجانب فقدان الوزن، تتضمن مما يتعلق بموضوع ضغط الدم، الكوليسترول، الدهون الثلاثية وأيضا السكري، النوبات القلبية، السكتات وأيضا سرطان القولون، بالإضافة إلى التهاب المفاصل والحالة المزاجية والطاقة والنوم. ولاحظ العلماء من خلال هذه الدراسة أن المشي لمدة 20 دقيقة بالإمكان أن يحرق حوالي 700 سعرة حرارية في الأسبوع، وينتج عنها انخفاض بنسبة 30-40% في خطر الإصابة بمرض القلب التاجي، كما يمكن لكبار السن ممارسة الرياضة. ما يحتاج من بعد ما قلنا هذه الدراسة وذكرناها لكم أحبتنا أن احنا نذكر لكم ونرجع نوجه لكم هذه الرسالة بتغيير نمط حياتكم، بأن تكون الرياضة جزء لا يتجزأ من الحياة، مهما كانت مسؤولياتكم في هذه الحياة ومهما كان الروتين اليومي لحياتكم، ما يمنع أن أنتم تخصصون 20 دقيقة في اليوم لممارسة الرياضة، وخاصة مثل ما ذكرت الدراسة أن هي ممكن تحرق 700 سعرة حرارية. راح نختم جولة الأخبار الصباحية بهذا الخبر عن إحدى أجدد الابتكارات بتحول كاميرا الهاتف إلى أداة احترافية. ابتكرت شركة إيطالية ناشئة لصقة إلكترونية تشبه في شكلها اللصقة الطبية، يمكنها تحويل كاميرا الهاتف الذكي إلى تلسكوب رقمي. وأطلقت الشركة على هذه اللصقة الإلكترونية اسم إبليبس، وتشير إلى أنها تجعل من كاميرا الهاتف أداة ثورية لالتقاط الصور المتناهية الصغر بجودة ودقة عاليتان.
أي بمجرد وضع اللصقة على الكاميرا الخلفية للهاتف يصبح بالإمكان استخدام خاصية الزوم البصري أو Optical Zoom بعدد 10 مرات تماماً كما تفعل العدسات الاحترافية. وأيضاً تقول الشركة وتضيف أن هذه اللصقة تعد ثورية وهي الأولى من نوعها، مشيرة إلى أنها قابلة للاستخدام في مجالات عدة لا سيما التعليم. وجود مثل هذه التقنيات أكيد راح يسهل على العديد من الأشخاص إذا كانوا مهتمين بالتصوير أو مثل ما ذكر الخبر في الشأن التعليمي بالتركيز على بعض الأمور اللي حابين أن أنتم تلتقون صورتها أو حابين أن أنتم تلقون الضوء عليها في مرحلة التعليم بالنسبة للطلبة والطالبات. ختمنا وياكم جولة الأخبار الصباحية بهذه المجموعة من الأخبار، وأحبتنا بعد الفاصل راح نتحدث وياكم عن إحدى أجدد الدورات التي تقيمها وزارة البلدية والبيئة واهتمامها بإجراء التعداد الزراعي لعام 2020. انتظرونا بعد الفاصل. حياكم الله أحبتنا. أطلقت منظمة الأغذية والزراعة الفاو المبادئ التوجيهية لإجراء التعداد الزراعي لعام 2020، وقامت دولة قطر بتطبيق هذا النظام وهذه المبادئ من خلال الدورة التدريبية التي تساهم وتدعم فنيا إجراء هذا التعداد الزراعي من خلال اهتمام وزارة البيئة والبلدية بتطبيق هذه الدورة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية. خلونا وياكم أحبتنا نتعرف أكثر على هذه المبادئ التوجيهية للتعداد الزراعي وأيضا الدورة التدريبية التي يتم إطلاقها من وزارة البلدية والبيئة مع السيد خليفة علي أسد الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البلدية والبيئة. حياك الله ويانا. الله يحييك. يا هلا ومرحبا فيك. مع إطلاق المنظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو المبادئ التوجيهية للتعداد الزراعي، ودنا نتعرف وياك سيد خليفة ما الذي تضمنته هذه المبادئ؟ هي تضمنت طالما 7 محاور ناخذها على سبيل الحصلة الجمع، إدخال وحدات جديدة، وحدات فرعية ووحدات رئيسية. نعم. ولأول مرة تدخل إدخال اللي هو الغير شغالين في القطاع الإنتاج النباتي اللي هو العاملين، ناخذها كمثال بسيط، مشكلة موضوع كبير. نعم. كسبيل المثال الغير عاملين في القطاع الزراعي، وتم التوصية على إجراء التعداد الزراعي مباشرة مع التعداد السكاني، ونقدر نقول أهم واحدة الاثنين مع بعض. نعم. التوجيه هذا، وفي واحدة التوجيهات بعد اللي تهم الإدخال الأحياء التربية الأحياء المائية. نعم. أنا شيء جديد بالنسبة لنا، وفي طبعا 3 حالات بس مش منطبق عندنا. نعم. لو نستوقف تحديدا عن موضوع دمج ما بين التعداد الزراعي والتعداد السكاني مع بعض من خلال أكيد المبادئ التوجيهية اللي تم إطلاقها. نعم. ما أهمية دمج التعدادين مع بعض؟ طبعا احنا تيت في مرحلة أولى هي طبعا تقليل التكلفة. نعم. طبعا كأساس، في نفس الوقت يعطي توجيه طبعا التعداد السكاني يشمل الزراعي، يشمل له التربية الثروة الحيوانية والزراعية. نعم. وحاليا دخلت المائية معها، مع التعداد السكاني بيكون التنمية البشرية معها، فهذا يعطي رؤية أكبر وأوضح للباحث والمعدل للدولة كسياسة. نعم. المخرجات النهائية أكيد. نعم. بالنسبة لهذا التعداد، ما أهمية هذا التعداد إذا تكلمنا بشكل خاص في دولة قطر وبالنسبة لإجراء وتطبيقه بالنسبة للدول العربية بشكل عام؟ التعداد الزراعي هو يعطي رؤية شاملة لصانع القرار، هاي بالنسبة لصانع القرار. عندك بالنسبة للمستثمر هو المزارع، المزارع طبعا المزارع الثروة الزراعية والثروة الحيوانية، ويعطيك قاعدة بيانية عشان نشوف احنا يقدر يعرف احنا لوين تم تطبيق السياسات السابقة وايش راح يطبق في السياسات القادمة ان شاء الله. بالنسبة للأشخاص اللي راح يجرون هذا التعداد الزراعي، هل راح يتم تهيئتهم في معايير معينة لاختيارهم؟
طبعا معايير بسيطه بس انه يكون بالمام باستخدام الاجهزه. طبعا اجرينا لهم دورات وطبعا راح تكون دورات في مرادفه لها لطريقه اخذ البيانات بالطريقه الصحيحه بحيث انه ياخذ المعلومه يعني بشكل ادق بتفاصيلها وحسب الاليات والمبادئ الموجوده عندنا. ما هي الآلية اللي راح تتبعها وزارة البلدية والبيئة في موضوع إجراء التعداد الزراعي؟ هي بالنسبة للآلية عندنا سهلة جدا، بتكون النظام اللي بنستخدمه احنا في جمع البيانات بيكون نظام الكفي، الجهاز الكفي طبعا يوفر الوقت والجهد. أكيد. النظام التقليدي السابق اللي كان كتابة وفي مدخلين وفي يعني مضيعة للوقت، فيها وايد فوائد طبعا بالنسبه للنظام الجديد هذا ان شاء الله. راح يتم استخدام الوسيله الالكترونيه اسهل بكثير من الطريقه اليدويه. حتى التدقيق يكون فيها تدقيق بشكل يومي، يعني مجرد ما يدخل البيانات يكون عنده التدقيق عليه. اهتمت وزاره البيئه والبلديه مع اطلاق منظمه الاغذيه والزراعه الفاو مع هذه المبادئ التوجيهيه الى اجراء او تطبيق نظام الدوره اللي من خلالها الدوره التدريبيه اللي من خلالها يتم المساهمه والدعم الفني لاجراء هذا التعداد الزراعي. تحدثنا السيد خليفه عن هذه الدوره. بالنسبه للدوره هذه قامت الوزاره بالتعاون طبعا مع الخبراء الموجودين في المنظمه للاطلاع على اخر مستجدات النظام المستخدم في التعداد الزراعي، وفي نفس الوقت اعطاء نبذه عن ما كان في السابق وما حدث حتى الان. يعني النموذج عندنا من سنه 1930 حتى احنا 2016، يعني يعطينا فكره النموذج وايش راح يطبق في المستقبل ان شاء الله. هل راح يتم الاستفاده من خبرات بعض الدول العربيه في موضوع التعداد الزراعي؟ اكيد هذا الشيء. من اي ناحيه؟ هل نتكلم مثلا عن بعض الدول اللي هي مهتمه نعتبرها من الدول السباقه في موضوع الزراعه وكون الانتاج الزراعي عندهم بنسب كبيره؟ اي نعم، كاهتمام مثلا وكخبرات اكثر. مثلا عندك مثلا مصر عندها اقدم تعداد لسنه 1930 40 مع منظمه الفاو. نكسب طبعا خبرات، وما نركز على دوله طبعا معينه، احنا عندنا اهم شيء عندنا الخبره تكون تشمل للجميع طبعا. الاستفاده ما هي الاهميه؟ تفضلت وذكرت السيد خليفه في البدايه عن اهميه تطبيق هذا النظام بالنسبه لدوله قطر والدول العربيه بشكل عام، لكن وجود مثل هذه الانظمه ما هي المساهمه الايجابيه اللي راح تعود من الناحيه الزراعيه في كل دوله؟ بالنسبه كدوله طبعا هاي يعطي زي ما تقول تحصيل ما هو ما تم بالنسبه لاتخاذ القرارات السابقه، ويعطي نظره شامله لايش للمستقبل. نعم، اساس صانع القرار يعرف. هاي بالنسبه للدوله. بالنسبه كمزارع ومستثمر طبعا هاي يعطي رؤيه كيف يقوم في كاستثمار اقتصادي طبعا. لانه طبعا الاعتداد يكون شامل احصائي وبياني في نفس الوقت. ما هي اهم الاجراءات او الاشتراطات اللي لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبه لمن يملك مزرعه او المزارع في حال توجه الشخص المختص بعمليه التعداد الزراعي لهذه المزارع او هؤلاء الاشخاص؟ ما هي اهم الامور اللي لازم تؤخذ بعين الاعتبار؟ هل في اوراق ثبوتيه المفروض تكون معاهم؟ او ما هي الرساله اللي تحب السيد خليفه انك توجهها لهم؟ الرساله طبعا بسيطه جدا، احنا نقدر نقول عدم التخوف من اعطاء البيانات، لان البيانات في النهايه راح تخدمه هو وتخدم الدوله وتخدم المجتمع نفسه وتخدمه هو كشخص صاحب مزرعه. يعني يكون انسيابيه في المعلومه، في مصداقيه في المعلومه. شيء بسيط مش التعاون اكيد مع الاشخاص. في النهايه مصلحته هو، مصلحته هو ومصلحه الدوله. اكيد. نتمنى لكم كل التوفيق من خلال اجراء هذا التعداد الزراعي، واكيد نتوجه بالشكر لوزاره البلديه والبيئه على اهتمامهم الدائم بكل الامور اللي راح تنصب في مصلحة المواطن والمقيم. شكرا جزيلا لك السيد خليفة علي أسد الأنصاري، رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البلدية والبيئة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. أحبتنا بعد الفاصل اللي راح نطلع له الحين راح يكون عندنا موضوع آخر نتحدث فيه حلقتنا في برنامج في الضحى، انتظرونا بعد الفاصل.
أحبتنا ويا هلا ومرحبا فيكم من جديد. أحبتنا في الشهر الماضي دشنا سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المرحلة الأولى من برنامج مشروع إمداد الذي يهدف إلى إنشاء برنامج معلوماتي وطني وأيضا إلى الاهتمام بالاستراتيجية التي تختص بالمواد الاستهلاكية والغذائية. راح نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع السيد عيسى الحمادي المدير التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية. حياك الله ويانا أستاذ عيسى. الله يحييك. أهلا يا هلا ومرحبا فيك. البرنامج أول مرحلة الأولى من مشروع برنامج مشروع إمداد، تعطينا فكرة أستاذ عيسى عن المقصود بهذا البرنامج؟ طبعا في البداية أحب أشكرك على الاستضافة وأحب أشكر تلفزيون قطر وبرنامج في الضحى. طبعا برنامج إمداد هو طبعا الفكرة جات من الفكرة فكرة معالي رئيس مجلس الوزراء. الهدف من الفكرة ذي أنه تأمن المخزون الاستراتيجي في الدولة لأصحاب المشاريع والمطورين لاستكمال مشاريعهم. النقطة الثانية من المشروع وبرنامج إمداد تحقيق الاستدامة على الصعيد الاقتصادي والعمراني. الشغلة الثالثة من برنامج إمداد تحقيق التوازن في السوق المحلي من ناحية الأسعار. الشغلة الأخرى أيضاً من برنامج إمداد اللي هو أن المشروع يكتمل ويعطون تنبؤات استراتيجية للمواد الأولية، سواء المواد الأولية اللي راح تدخل في البرنامج إن شاء الله على مستوى الغذاء، المستوى الطبي، المستوى العمراني، هذه كل المواد اللي راح تدخل في البرنامج. البرنامج طبعاً عبارة عن شاشات إلكترونية تعرض لأصحاب القرار لاتخاذ القرارات على أساس مستقبلي للتنبؤات المستقبلية وتوفير هذه المواد في السوق المحلي إن شاء الله. بوجود هذه الشاشات أستاذ عيسى نعتبر هذه الآلية اللي راح يتم من خلالها تطبيق هذا المشروع إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا المشروع طبعا دشن في شهر 4 من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء بحضور جميع الوزراء والمعنيين في الدولة. يهدف البرنامج إلى ثلاث أشياء طبعاً. الهدف الأول من البرنامج اللي هو توفير المخزون الاستراتيجي للدولة لجميع المواد الأولية في الدولة، سواء مواد أولية من ناحية الإنشائية أو مواد غذائية أو مواد صحية. هاي أول شاشة راح تعرض لأصحاب القرار لمعرفة المخزون الاستراتيجي في الدولة. النقطة الأخرى، المؤشر الأخرى أو الشاشة الأخرى اللي راح تعرض لأصحاب القرار غير المخزون الاستراتيجي، الأسعار. الأسعار راح تعرض لأصحاب القرار على مستوى يومي، شهري، سنوي، راح تعرض في الشاشة. الهدف الثالث من البرنامج، برنامج إمداد، معرفة التنبؤات المستقبلية. طبعا احنا بنعرف الساده المشاهدين شلون التنبؤات المستقبليه، وهذا اللي حبيت استفسر عنه استاذ عيسى. موضوع التنبؤات، هل يتم الاستعانه ببعض الخبراء اللي ممكن يضعون بعض النسب او الاحصائيات بما يتعلق بموضوع التنبؤات المستقبليه لهذه المواد الاستهلاكيه او الانشائيه والصحيه؟ طبعا التنبؤات المستقبليه احنا طبعا الخبراء اللي انت يمكن تعنين فيهم اللي هم اصحاب الخطط الاستراتيجيه في الجهات اللي موجودة في الدولة. بحيث أن الدولة عندها الله يسلمك في كل جهة في الدولة في إدارة استراتيجية، أشغال عندهم إدارة استراتيجية، الريل عندهم إدارة استراتيجية، الإرث، لجنة الإرث وكأس العالم عندهم إدارة استراتيجية، كهرباء. برنامج إمداد راح يتواصل مع الجهات الاستراتيجية في هالجهات هذه. كيف؟ بحيث أن الجهات الاستراتيجية عندها تنبؤات مستقبلية، البرنامج ممكن نحن نطبقه، نحط خطط مستقبلية لمدة 5 سنوات قادمة. والله احنا نروح حق جهة عمل أشغال، نقعد مع الجماعة في الإدارة الاستراتيجية لأشغال، ناخذ الله يسلمك إيش المواد اللي محتاجينها لمدة 5 سنوات قدام. مع هالبرنامج هذه احنا نحلل هذه المواد ونحطها في البرنامج بحيث احنا نعرف أشغال ايش احتياجاتهم لمده 5 سنوات لقدام. هاي ايش بيساعدنا في الدوله؟ بيساعدنا الامور كثيره في الدوله. اول حاجه ان المواد متوفره، هذا بيعطي اريحيه للسكان، للمواطنين، للمقيمين اللي عايشين في البلد. 2، التنبؤات المستقبليه دائما ايش تعطينا؟ تعطينا اريحيه ان في انضباط في عمليه الاسعار والمحافظه على الاسعار، عدم ارتفاع الاسعار وعدم التضخم.
أوكي. نعم. الشغلة الأخرى في أريحية أن أنت والله عارف مثلاً والله بعد 3 سنوات إيش احتياج الدولة في هالمادة. نعم. المواد طبعاً في مواد عدة من هالمواد الأولية. إحنا نتكلم أشغال طبعاً أشغال مختصة في مواد البناء ومواد الطرق اللي هي منها مثلاً القابرو، الجبس، الحديد، الأسمنت. أنت ممكن تعرفين والله تقولين والله أشغال بعد 3 سنوات إن شاء الله مثلاً نفترض نعطي مثال السادة المشاهدين أن في شهر 7/2019 نعم. من الآن أنا أعرف كيف أمن حجم احتياجات أشغال نعم. من الآن مثلاً احتياجات أشغال إحنا نتكلم عن المواد هذه طبعاً المواد كلها مستوردة من برا، إحنا ما نتكلم عن المواد المحلية، إحنا نتكلم عن جميع المواد المستوردة للدولة. إذن هذا المشروع يتحدث لا يشمل المشاريع اللي يتم إنتاجها محلياً؟ لا، المحلية لا، المستوردة. جميع المواد المستوردة اللي تجي الدولة بحيث أن إحنا نأمنها على أساس أنه ما يصير لا تضخم في الأسعار، نعرف مخزون الاستراتيجي كم محتاجينه. نعم. أوكي، ضبط عملية الأسعار. إحنا نتكلم أشغال، أكملت المثال على أشغال محتاجين في شهر 7/2019 إحنا نبغي نجيب مثلاً والله الحديد مثلاً، نقول مثلاً على سبيل المثال 1,000,000 طن من الحديد. 1,000,000 طن في شهر 7/2019 أنت إيش بتحتاج؟ لازم تحتاج عدد سفن، كم سفينة محتاج؟ أنت محتاج عدد أرصفة، العدد الأرصفة في دولة قطر طبعاً دولة قطر يحيطها البحر من 3 جهات. نعم. عندنا الحمد لله أرصفة كافية، عندنا الله يسلمك عدد الأرصفة اللي محتاجين على أساس أن نوفر هذه المواد. من الآن ممكن أنا نستق مع الجهات اللي تحت إداراتها الأرصفة، اللي تحت إداراتها السفن، ترى يا جماعة أنا محتاج في شهر 7 في سنة 2019 مليون طن من الحديد يدخل البلد، أنتم من الآن تقدرون ترتبون أنفسكم. هذا البرنامج يهدف إلى تنبؤات مستقبلية، يهدف إلى أن إحنا ممكن نحط رؤية مستقبلية. طبعا البرنامج هذه طبعا يحقق اهداف رؤيه قطر 2030. نعم. كيف انا احقق اهداف رؤيه قطر؟ هاي البرنامج ترجمه عمليه واضحه لمستقبل قطر اليوم والقد. زين، ليش احنا نبغي نحقق الرفاهيه للسكان؟ الحمد لله هاي تعليمات القياده، الاستدامه للموارد في نفس الوقت، الاستدامه للموارد، الاستمراريه، عدم انقطاع المواد عن السوق المحلي، ضبط الاسعار، المحافظه على الاسعار، عدم عمليه التضخم في الاسعار، كلها من خلال برامج. البرامج هو اساسا ايش؟ جمع قاعده بيانات. نعم. جمع قاعده بيانات مع جميع الجهات اللي في الدوله، بحيث ان احنا نتعامل مع الريل، نتعامل مع اشغال، نتعامل مع لجنة الارث، نتعامل مع كهرماء، نتعامل مع اي جهة عندها مشاريع، بحيث ان ممكن احنا نتعامل مع مؤسسة حمد الطبية، لان البرنامج ايضا يشمل مواد طبية. بما يتعلق بالمواد الطبية، بما انك ذكرت استاذ عيسى موضوع الاستيراد هذه المواد من الخارج، احنا نتكلم عن مواد تتعلق بموضوع الانشاء والصحه والغذاء وغيرها. صح. اكيد راح يرد سؤال في ذهن المشاهد، هل هذه المواد يتم استيرادها من هذه اللحظه بحيث انها تكون موجوده على مدى 3 سنين يتم استخدامها؟ صح. فبالتالي راح تحتاج الى اماكن تخزين. صحيح. بما يتعلق بهذا الموضوع، كيف يتم تطبيق موضوع تخزين هذه المواد؟ سؤالك في مكانه، وهذا اللي احنا نهدف له من خلال برنامج امداد، وهاي الفكره اللي جات لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله، ان من الان انا كيف اخطط على اساس اوفر اماكن تخزين. نعم. انا من الان والله انا بقي محتاج مثلا نتكلم محتاجين السكر، محتاجين الرز، محتاجين الشعير، محتاجين الطحين، هاي كلها المواد الغذائيه مواد الاساسيه. صح. نعم. ولا لا؟ نعم. هذه مش هذه كلها مستورده من الخارج، محتاجه حق تخزين، محتاج الله يسلمك ان انا كيف اخزنها لمده 5 سنوات ويكون مكان طريقة مناسب، طريقه تخزينها. نعم. بحيث انه انا اتفادى اي تاخير او اتفادى اي مثلا تلف لهذه المواد. اوكي، من الان انا كيف اقدر اوفر؟ والله محتاج مثلا نتكلم 100,000 طن من الشعير. نعم. زين، هذه الأشياء المفروض الدولة من الآن تعد نفسها والجهة المختصة تعد نفسها، أن أنا كيف بجيب هال100,000 في هذا التاريخ في هذا الشهر وعندي المكان المناسب أن أنا أخزنها. الحمد لله رب العالمين، عندنا المخازن اللوجستية، عندنا الأخوان في شركة مناطق يشتغلون على 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 أماكن تخزين كثيرة، عندنا الخليج المخازن، عندنا أماكن كثيرة، عندنا مخازن الدولة، ففي سير تنسيق
احنا الحين شغالين الحمد لله مع الاخوان في وزاره الاقتصاد مع التموين، قاعدين نشتغل مع الاخوان في وزاره الصحه. نشكر الجهات بصراحه والقائمين ومساعده برنامج امداد على الاخوان في هيئه الجمارك اللي يمدون بجميع المعلومات. انت الهب في وين؟ في الجمارك. أكيد. الجمارك هم الاخوان اللي مستورد اول اللي يوصل لهم الاستيراد من كل دول العالم. في كل فكل المواد وكل الاحتياجات والقوائم للمواد عند الاخوان في هيئه الجمارك. بصراحه كل الشكر لهم والتقدير على دعمهم لبرنامج امداد. سيد عيسى، بتدشين معالي الوزير لهذا المشروع في مرحله الاولى، هل بدا تطبيقه؟ اي نعم بالفعل. نعم. تم تطبيق البرنامج. البرنامج الحين طبعا هو كبرنامج ممكن نحط على التليفون. نعم. ممكن نحط على الايباد، ممكن نحط على البي سي ككمبيوترات. البرنامج ان شاء الله في فتره وجيزه راح يمكن ما تتجاوز الشهر ان شاء الله راح يكون على الابل ستور تطبيقه. نعم. على الابل ستور، هاي اول مره احنا نعلن عنها ان شاء الله. طبعا البرنامج انا بس حابه اتكلم في ذي النقطه، البرنامج هو مش للعامة الشعب، هو البرنامج الله يسلمك لأصحاب الجهات المعنية في أعمالها. يعني مثلا والله شركة قطر المواد الأولية ممكن يكون عند رئيس مجلس الإدارة أنه يطلع على كافة العمليات الاستيراد لشركة قطر المواد الأولية. نعم. البرنامج ممكن يكون عند رئيس هيئة الأشغال العامة، عند مثلا رئيس الريد، ممكن يكون عند ذي. كل شخص يشوف الداشبورد اللي له احتياجه هو. مثلا اللي في السكتر نفسه حق البناء ما يشوف مثلا اللي حق الغذاء. يعني مثلا الاخوان في وزارة الصحة والاخوان مثلا في وزارة الاقتصاد مثلا ما يشوفون المواد مالت البناء، يشوفون مثلا المواد المختصة في جهة عملهم. الاخوان مثلا في وزاره الاقتصاد يشوفون مثلا السكر، الطحين، الرز. تحديد كل برنامج بالنسبه للجهه المختصه. أي نعم. او الجهه المستفيده. أي من نعم. هذا الموضوع. أي نعم. السيد عيسى الحمادي المدير التنفيذي لشركه قطر المواد الاوليه، شاكرين لك جزيل الشكر على توضيح اهميه وجود المرحله الاولى من مشروع برنامج امداد. اكيد راح يعود بالفائده مثل ما تفضلت وذكرت من خلال الاستدامه بالنسبه للمواد الغذائيه وايضا الإنشائية والصحية في الدولة على مدى السنوات القادمة. شكرا جزيلا. شكرا لك جزيلا. يعطيك العافية. أحبتنا، بما أن تفضل السيد عيسى من خلال هذا الموضوع بطرح أو ذكر العديد من المواد إن كانت غذائية إنشائية وغيرها من المواد الاستهلاكية اللي يستهلكها الإنسان، لذلك راح ننتقل وياكم إلى أحد الأماكن اللي دائما يتوجهون لها المواطنين أو المقيمين لشراء احتياجاتهم، وخاصة نحن مقبلين على شهر فضيل، فأغلب هذه المواد يتم شرائها من هذا المكان. أتوقع أن أنتم عرفتوا هذا المكان اللي زميلنا خليفة الرميحي دائما يمتعنا من خلال نقله الخارجي بتعريفنا على سوق واقف. صباح الخير يا خليفة. صباح الخير زميلة أسماء. طبعا في البداية نصبح عليك ونصبح على جميع المشاهدين والمتابعين لشاشة تلفزيون قطر عبر برنامج في الضحى، ودائما نخص بالتصبيحة أمهاتنا أبهاتنا عيايزنا وشيباننا الكبار، ونقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. نعم احنا اليوم في سوق واقف، لكن انا ما ابغي اخذ كثير من الوقت حتى نستقل وقتنا ووجودنا في سوق واقف نتكلم عن بعض الأنواع من بهارات وطبعا مكملات الغذائية بالنسبة لشهر رمضان المبارك. بما أن زميلة أسماء أيضا ذكرت أن احنا فعلا أيام قليلة راح ندخل في الشهر الكريم، خلوني أشوف هني. أول شيء السلام عليكم، كيف حالك؟ تعال معي شوي، معالي بأخذ من وقتك شوي، كيف حالك؟ الله يسلمك. دارسين مال وين؟ دارسين مال تشاينا، مال الصين. إيه؟ هذه رابطه تقريبا كيلو زياده في كيلو ناقص في شكل، يعني هو بالكيلو ما في كيلو سيدا يجي، انت تبيع بالكيلو. كيلو بيا الكيلو كم؟ 20 ريال بالنسبه. نعم. للكيلو. طيب زنجبيل. زنجبيل مال تشاينا، مال الصين بعد. نعم. على كم كيلو؟ 22 24 اي شكل. 22 او 24؟ اي نعم 24 22. 22 يقول. نعم. 22. طيب نقول الكركم. كركم هذا 16 ريال. 16 هندي. هذا جاء يعني مش مطحون؟ لا لا حاب. طيب. اي نعم. هذا كم؟ هذه 16. والمطحون؟ مطحون 20. 20 نمبر واحد. ايه. رقم واحد. ايه. السميد على كم؟ سميد هذه 5 ريال 4 ونص شكل. ايه 5 ريال؟ يعني حبة واحد حبة بيها 5 ريال. يعني خلنا نبين بس للكاميرا بعد. ايه. نوعية السميد هذه ماركة من الماركات.
هذه ماركه من الماركات السميد. هذا تقريبا نص كيلو. نص كيلو. نص كيلو. نص كيلو. طيب في بالكيلو بعد؟ لا كيلو ما في. أنا سميد ما في بالكيلو. لا لا لا. هذا 5 ريال تقول لي؟ 5 ريال. 5 ريال تقريبا. يعني في انواع احسن من هذا؟ لا بطا احسن. لا ما في. هذه ما قالوا لي احسن. هذه يقول هذه النوعيه احسن. يقول هذه النوعيه احسن. طيب هذا شنو نشا؟ لا 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 هذه يعني ملح ليمون. ملح ليمون. ملح ليمون. جيبه خلنا نشوف. خلي المشاهد يشوف ملح الليمون. يقول ملح الليمون يعني طعم ليمون. طعم الليمون يعني. طعم الليمون. يقول كم هذه الكيسه؟ كيسه 12 ريال. 12 ريال تقريبا. كيلو. كيلو. كيلو فيها. واللي حذاه هذه شنو؟ هذه ثوم مطحون. ثوم مطحون. بعد عطني اياه خلنا نشوف ومشاهدنا ان شاء الله يستمتع من خلال نقلنا لهذه الفقره ويشوف بعض الانواع اللي يمكن يتذكرها الحين ويسجل قائمه حق رمضان بطبعا الاشياء اللي يحتاجها. على كم هذه؟ هذا 12 ريال. 12 ريال. طيب عندك نقول ساقو. هذا ساقو؟ لا لا هذا شنو؟ هذه جوز الهند. جوز الهند مطحون. ايضا يستخدم في اطباق يمكن تكون رئيسية أو الحلويات في رمضان. هذا تقريبا نص كيلو. نص كيلو. نص كيلو. على كم؟ نص كيلو يجي 8 ريال. 8 ريال بالنسبة لنص الكيلو. طيب نقول بعد الزبيب مال وين هذا؟ مال إيران. مال إيران. على كم هذا؟ هذا 15-16 كيلو تقريبا؟ إيه كيلو. كيلو. إيه نعم. يعني دائما الأكياس تكون كيلو أو نص كيلو. هذا حب الرمان؟ حب الرمان. أيضا يستخدم في كثير من الأطباق. على كم؟ هذا 15 ريال. 15 ريال. نص كيلو. ربع كيلو. ربع كيلو. ربع كيلو يقول. طيب هذا ماي ورد ولا ماي زهر؟ ماي زهر. ماي زهر. نعم. على كم هذا؟ هذه 12 ريال. 12 ريال بالنسبه للغرشه. كبير حبه. طيب في فرق بين ماي الورد وماي الزهر؟ ماي زهر ماي ورد فرق فيه. شو الفرق بينهم؟ يعني وردي فرق فيه. شو ماي زهر هذه غير اقوى. اقوى اقوى يعني ريحه حنين. الريحه اقوى. إيه. طعم اقوى. اقوى. الطعم اقوى يقول بعد. وريحه الزهر اقوى فيه هذا الماي اللي هو ماي الزهر. لكن ان شاء الله من خلال محل ثاني نتطرق الى ماي الورد. دبس الرمان على كم؟ دبس الرمان 20 ريال. 19 19 ريال او 20 ريال. لازم احنا نقول دائما يعني المشاهد الكريم ومتابعنا وامهاتنا وابهاتنا يذيون هني دائما يفاصلون ويصلون لسعر اكيد يتوافقونهم والبايع. طيب نقول هذا شنو؟ هذا شربت اقدر يعني مال محلبيه سوي مال شربت. ايه شربت. شربت يعني حتى ذكرني بكلمه قديمه اللي هي شربت. يقول يحطونها في المحلبيه. محلبية. على كم هاي؟ هذه 14-13 هاي شيء. 14. نفس الشيء الاخضر والاحمر. نفس الشيء. يقول طيب نقول البلاليط على كم؟ بلاليط هذه انا اشتري 96-98 بريال. الكرتون. الكرتون. نعم. كم حبه فيه؟ درزنين. درزنين فيه. ايه. والمكرونه؟ مكرونه بعد سمسم 60 ريال هذه كرتون. 30 حبه. 30 حبه. 56 اشتري 4 ريال فايده. يعني يقول انه 4 ريال فايدة. الخميرة على كم؟ الخميرة هذه 11-12 هذه. كبير. 12. إيه كبير. هذا شنو؟ هذه كاري. كاري. إيه. هذه خلطة الكاري. إيه. على كم هذا القوطي؟ هذه 12 ريال فوق 10 ريال. في فرق بين الشركة؟ فرق الشركة. الشركة يقول فرق بين الشركة. أحسن شيء يعني السفينة. أحسن شيء يقول السفينة. هو يقول طبعا لكن أكيد أنه يعرف أحسن منا. هذا خل؟ خل. على كم هذا؟ هذا 12 ريال. 12 ريال تقريبا 4 لتر؟ اي 4 لتر. او 3 لتر؟ لا 4 لتر. 4 لتر. طيب خلينا نشوف برا شوي. تفضل معي معليش خذنا من وقتك شوي. خذنا من وقتك. خلينا نشوف بعض الانواع الموجوده برا. لومي مال وين؟ صومالي. هذا صومالي؟ اي نعم. زين كم الصومالي؟ كيلو 24. 24. وهذا؟ هذا سمسم صار. مال وين؟ مال صومالي نفسه. بعد صومال و24؟ ايه. 24. شو الفرق بين هذا وهذا؟ هذه يعني ما فرم بدون فرم اي شكل يعني. ايوه. طيب المرميه على كم؟ المرميه 40 ريال. 40 ريال. طيب انا اشوف هناك عندك ساقو انت كيس. هذه تايلندي ساقو كيس. على كم؟ هذه 60 ريال كيشه. 60 ريال. انا اشتري 55 5 ريال فايده واحد كيس اي شكل. تايلندي. تايلندي. في غير تايلندي في السوق؟ لا تايلندي لا بعد جايه واحد في وردي ماليزي. ماليزي بوردة. 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 إيه. كم تقريبا سعره؟ كيلوين تقريبا ما ادري انا ما يبيع لكن 14-15 اي شكل. 14-15. مشكور يا اخوي. الله بارك الله فيك. مشكور. خلوني انتقل محل ثاني واشوف هذا المحل من خلال الكاميرا اللي راح تسبقني لهذا المحل. راح نشوف ايضا بعض الاشياء الموجوده عند صاحب هذا المحل. يعني ايضا يحتوي المحل على اشياء لكن خلني اشوف
الربيان المجفف في البداية وأسلم عليه. السلام عليكم. السلام، كيف حالك؟ خلني أول شيء أتكلم وياك عن الربيان، هذا مال وين؟ من إيران. هذا الربيان يابس من إيران. من إيران. إيه. على كم؟ هذيك نص كيلو 60 ريال. 60 ريال النص كيلو. في أصغر من ذي ولا ما؟ يعني ربع كيلو يجي، كيلو واحد يجي، هذا تسو نص كيلو. أنتوا تسوونه كيلو؟ أنا بسوي كيلو بكرتون كبير يجي بعشرة كيلو يجي. يعني. 10 كيلو تقريبا يجي. وهذه أكيد اللي تشوفوني الحين حق فقاعته أو فقاعة الجدر، ما في أحلى منه، ما في أحلى منه. طيب خلنا نشوف بعض الأنواع الموجودة هنا من البهارات. هذا زنجبيل. مطحون. على كم؟ كيلو 26 27. مال وين؟ بالصيني. مال الصين. طيب وهذا شنو؟ هذه حلبة. حلبة مطحونة. على كم الكيلو؟ كيلو 20 ريال. 18 ريال. بعد كمون عندك؟ هذه كمون بعد. شوف هذا كمون هب. أيوة. كم الحب وكم المطحون؟ 18 ريال. هذاك 20 ريال بعد. العدس على كم؟ كيلو 7 ريال. 7 ريال بالنسبة إيه؟ للعدس. الفاصوليا؟ فاصوليا كيلو 10 ريال. طيب هذا عدس بعد؟ لا، نخي مجروش. هذي نخي ودام يقولون. نخي مجروش بعد. نخي ودام أكيد حق الحشو يسوون. إيه أوقات حق الحشو مع الزبيب والصنوبر. نعم. على كم؟ الكيلو 7 ريال. 7 ريال بالنسبة للكيلو. نعم. أنا أشوف بعد عندك يمكن المحل ذاك نقلنا دبس الرمان، لكن هاي بعد نوعية من دبس الرمان. إيه. هذه مال وين؟ هذه من لبنان. مال لبنان. لبنان يجي من أردن بعد يجي. على كم هاي؟ على 10 ريال. 8 ريال. أيوة. حق السلطات. حق الطبخات. أيوة. نعم يعني مثل ما تشوفون. طيب زيت هذا شنو؟ زيت شنو؟ زيت اللوز. زيت اللوز. زيت اللوز نسون جسم، مش مال أكل. هذا مش حق الأكل. على كم هاي زيت اللوز؟ هذا اللوز يصير 25 ريال. 25 بالنسبة تقريبا كيلو فيه. أيوة. يمكن شو مطلوب؟ نعم. طبعا 100 جرام يعني اقل من كيلو بشوي. إيه. لكن عندك ماي ورد؟ ماي ورد في من قلاب. ايوه يعني احنا ماي الورد كثير من الاسر او ربات البيوت يدورون ماي الورد، واكيد يعرفون الانواع افضل مني. امهاتنا وابهاتنا يعرفون هذه الانواع احسن مني. هاي مال وين؟ من ايران. هذه مال ايران. هذه تقريبا احسن نوعيه ولا في احسن؟ لا، شو كل اي رمضان يشترون هذا ماي ورد قلاب، معروف قلاب. نعم. ماي ورد ايراني. هذا الكرتون على كم؟ كرتون هلم هذا ما في، يعني بالسوق يجيبون بالحبه 7 ريال. 7 ريال بالنسبه للحبه. وهذا تقريبا ماي الزهر اللي تكلمنا عنه قبل شوي. هذا مال وين بعد؟ اي من لبنان. هذا مال لبنان. على كم؟ هذه على 12 ريال. 12 ريال. أيوة. هذه الحين ماي الزهر اقوى من ماي الورد؟ ايوه هذه اقوى. اقوى. ايوه يعني بالطعم غير، وماي الورد غير، ماي الزهر الطعم غير. غير يقول، وايضا حتى في الريحه. طيب خلينا نشوف، نرجع هناك للبهارات، نرجع للبهارات ونشوف. طيب هذه بهارات مخلوطه؟ ايوه مخلوطه من كل شيء، من الكزبره. كم نوع تقريبا؟ يمكن 9 نمونات. فيه 9 انواع. أيوة. على كم الكيلو هاي؟ كيلو 18 20 ريال. هذا فلفل حار؟ فلفل احمر. حار. 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 ها كل على كم؟ 20 ريال بعد. 20 ريال كيلو. الكركم المطحون كم؟ بتكركم مطحون فيه 2 نمونه، فيه 20 ريال فيه، وتهانه الدوحه فيه 22 ريال. 22 ريال. إيه؟ يعني احنا نشوف بعض الانواع. هذه قرفه. قرفه. نعم. اللي هو طبعا تكلمنا عليه في اول محل اللي هو الدارسين، ولكن مطحون. على كم؟ هذا بعد 20 ريال، 24 ريال، 23 ريال. هذا قبل الجيم. ونلاحظ ايضا يعني بعض المحلات او بعض الشركات تسوي مال البحرين. بداره مال البحرين. البدار البحرين. طيب نعم. هذا تقريبا 12 قرش فيه. ايوه. طيب على كم هذا؟ كل واحد يصير 4 ريال 5 ريال يعني 60 ريال. هذا الصحن كامل كم؟ 60 يصير. 60 55 بعد. كبير هذا؟ كبير بس 12 حبة فيه، اكبر من هذه. هذه بس 80 ريال. 80 ريال وجاهز ومخلوط. أيوة. يعني مثل ما مخلوط من خلال الكاميرا. يعني انا كان ودي بعد يعني نسولف اكثر في هذا المحل اشياء كثيره، لكن راح ننتقل ان شاء الله محل ثاني. مشكور. بيض الله وجهك. جزاك الله خير. وياك ان شاء الله. احنا ان شاء الله الله يرزقكم ويوفقكم. خلوني اشوف الحين المحل الاخر واشوف بعض الانواع اللي موجوده، والان الكاميرا تتبعنا من خلال الباب الاخر، راح تتبعنا ونلتقي في هذا المحل ان شاء الله. واشيل معاي كيسه من برا واجيبها واشوف هذا نوع من الربيان
يمكن في اول محل سالنا هناك عن ربيان، لكن بنسال هني بعد في هذا المحل. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ جنى الحمد لله. هاي ربيان مال وين؟ هذا ايران شك. مال ايران. أيوة. هذه صغار وايد تقريبا. هذا كبير في جن هذا شك. نعم، على كم هذه؟ هذا 50 ريال شك. 50 ريال كيلو تقريبا. هذا ونص كيلو. نص كيلو فيه، نص كيلو. يعني اسمح لي الان احطه هني بس حتى ننقل بعض الانواع. تفضل معي شوي هني. طيب خلنا من نشوف هذا الفلفل. هذا حار؟ ايوه حار. حار. طيب هذا على كم الكيلو؟ هذا كيلو 20 ريال شك. 20 ريال. أيوة. كيلو. اخر كم تقريبا؟ اخر شيء هذه. اخر يقول 20. وهذا نوع ايضا اخر بعد فلفل، يمكن هذا نلاحظه في النخي، في النخي اكثر والباجلة. نعم، على كم هذا الكيلو؟ هذا بعد 20 ريال كيلو. 20 ريال بالنسبه للكيلو. طيب عندك ساقو؟ ساقو في هذا السفينه. هذا يقول السفينه، هذا احسن شيء. ايوه احسن شيء. طيب كم أحسن الكيلو هذا؟ هذا كيلو 6 ريال شيء. 6 ريال. عندك كيس كامل؟ كيس كامل فيه كم؟ 60 ريال. 60 ريال بالنسبه كم كيلو تقريبا؟ 15 كيلو. 15 كيلو. 15 كيلو. العيش هذا مال وين؟ ايش هذا؟ هندي. هندي. ايوه. شو اسمه؟ هذا عجيب ذهب. عجيب ذهب يقول اسمه. زين. ايوه احسن شيء. طيب هذا الكيس هذا كم كيلو؟ كيس هذا 20 كيلو كيس. 20 كم تقريبا؟ 20 كيلو 150 ريال. 150 ريال. 150 ريال. طيب نقول العدس على كم؟ عدس هذا كيشة 80 ريال. 80 ريال. كم كيلو فيها؟ 15 كيلو. 15 كيلو. الكيلو كم؟ كيلو 6 ريال. 6 ريال بالنسبة للكيلو. العسل هذا مال وين؟ هذا عسل حق ايراني. هذا ايراني. درجة أولى واحد. هذا تقريبا لتر وشوي يمكن. هذا لتر في زيادة يجي ممكن. طيب على كم هذا؟ هذا 250 ريال. 200 آخر. آخر شيء هذا. أيوة. يعني 240 ما يمشي؟ لا 250 ريال. أنا 250 يقول ما يمشي أقل. أكيد إحنا يمكن بس في وجد نمونة في أصلاً. نعم، راح نتكلم عن الزعفران. أيوة. الحين هني راح نتكلم. أيوة. لكن قبل لا ننتقل خلنا نشوف بعض الأنواع اللي من ضمنها الهيل. هذا حبة طويلة. أيوة. هذا حبة طويلة. على كم الكيلو؟ هذا كيلو 80 ريال. 80 ريال. أيوة. كيلو. طيب والثاني اللي جنبه؟ هذا في أمريكي. أمريكي على كم؟ هذا ب 80 ريال. 80. واللي جنبه؟ هذا 60 ريال. 50 ريال هذا. 50 ريال أقل منهم. مال وين هذا؟ هذا أمريكي. 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 طيب نجمة على كم؟ نجمة كيلو 30 ريال. هذا 30 ريال بالنسبة للنجمة. هذا عشانه عدس مخلوط. عدس مخلوط. أيوة. مخلوط. عدس مخلوط على كم؟ هذا كيلو 25 ريال. 25. والمسمار؟ مسمار 60 ريال. 60 ريال. ونقول الزنجبيل 24 ريال. لكن قبل لا نختم هذه الفقرة بشكل سريع جدا نتكلم عن الزعفران، وهو طبعا حاط مجموعة وأنواع كثيرة من الزعفران وعنده ميزانة. هذا أحسن زعفران؟ أيوة. على كم هذا؟ هذا 25 جرام 240 ريال شك. 20 جرام 240. درجة ولا واحد. أيوة. مال وين؟ هذا حق إيران. مال إيران. هذا أحسن نوعية. أيوة أحسن. طيب اللي شوية أقل. أقل شوي. أبو شبا فيه. وين؟ هذا في يعني خلنا نشوف بشكل سريع ونختم فقرتنا حتى يعني مثل ما تشوفون. هذا أيضا نوعية من الزعفران. كم هذا؟ هذا طولة 90 ريال. توله 90. هذه كم توله؟ هذا وايد توله. داخل توله واحده. يعني التوله ترى يعني عشان يشوف المشاهد يعني حجمها والله مو بشوي يعني مثل ما تشوفون. كم قلت لي؟ 90 ريال. 90 ريال. مال. أيوة. ايران بعد. ايوه هذا الزعفران كله ايراني. الزعفران اللي عنده يقول كله ايراني ما عنده غير. كله واجد نمونه في هذا. هديه انواع كثيره يعني حتى هدايا بدأوا يسوون. مشكور يا اخوي، جزاك الله خير. مشكور. خلوني اطلع من المحل الثاني حتى نختم فقرتنا هذه. نتمنى دائما من خلال نقلنا لهذه الفقرات، و بالذات واحنا قريب ان شاء الله على شهر رمضان المبارك، ايام قليله ويدخل علينا الشهر الكريم. حاولنا من خلال هذه الفقره ان احنا ننقل لكم البهارات في سوق واقف. وفعلا اليوم نلاحظ ايضا عدد كبير من امهاتنا وشباننا عيايزنا الكبار في هذه المحلات لشراء بعض الادوات او بعض التجهيزات لشهر رمضان الكريم. دائما نقول سامحونا على القصور بذر منا من خلال نقلنا لهذه الفقره. والان ارجع للزملاء والزميله اسماء الحمادي في الاستديو. يا
يعطيك العافية خليفة، ما قصرت أكيد من خلال فقرتك اليوم، ساعدت الكثير من ربات البيوت أنهم يأخذون فكرة عن المستلزمات اللي يحتاجون لها للشهر الفضيل، والله يعود علينا هذا الشهر لا فاقدين ولا مفقودين. أحبتنا بالأمس افتتح الدكتور خالد الصليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة بحضور سعادة السفير عبد الله بن عبد العزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية في دولة قطر، وبحضور أصحاب السعادة وبعض الشخصيات معرض تقاسيم شرقية في مبنى رقم 19 في كتارة، وذلك ليعرض مجموعة من الأعمال الفنية الجميلة. خلونا وياكم نشاهدها من خلال هذا التقرير. الفنان التشكيلي السعودي نايل ملا يستعرض تجربته الفنية الجديدة في معرض تقاسيم شرقية، ويصول مع جمهوره الذواق لهذا الفن برحاب لوحاته بمضامينها وموضوعاتها المتعددة والمتنوعة. حقيقة المعروضات كانت معبرة وكانت جميلة جدا، ووضعت في مجموعة تحت مسمى ترانيم شرقية، خط متميز للفن التشكيلي الخاص بالفنان نايل ملا، وسعدنا بتواجده ومعروضاته في دولة قطر الحبيبة. هذا المعرض صراحة يأتي من باب التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف الفنون، لا سيما في الفنون التشكيلية وخاصة منها المدرسة التجريدية. معظم اللوحات هنا طبعا متقنة جدا، وهي لوحات زيتية تعكس مدرسة جدا صعبة. الفنان ينشد منفردا في رسوماته ألحانا من وحي بيئته، مستلهما من عزف الطبيعة تقاسيم تغوص في مسالك ودروب ملأها بأريج ألوانه الزاهية واللافتة، محفزة المتأمل فيها لتفكيك زواياها وأبعادها. تقاسيم شرقية هي عبارة عن مجموعة من القصص، مجموعة من الروايات، مجموعة من استعادة الذاكرة والماضي والنوستالجيا، سواء النوستالجيا المكية أو النوستالجيا الحجازية أو في نجد أو في عسير، بأستعيد وبأستلهم منها مجموعة من التراثيات والأشياء الشعبية. المعالجات التجريبية لمختلف الخامات تشكلت عنها مجموعة من اللوحات تعزف نغما تشكيليا متفردا، عبرت عما يتمل في فؤاد الفنان من خيال وقدرات إبداعية هائلة. صحة وعافية والوقاية خير من العلاج. أحبتنا في كل يوم أربعاء نتكلم عن موضوع طبي من خلاله نرسل الرسائل الإيجابية لأهمية الاهتمام بالصحة. في هذه الفقرة تحديدا في حلقة اليوم راح نتكلم عن القدم والأمراض اللي ممكن تتعرض لها القدم، وتحديدا القدم السكرية. راح نتكلم في هذا الموضوع مع الدكتور طلال العنزي استشاري ورئيس قسم أمراض القدم بمؤسسة حمد الطبية. حياك الله ويانا دكتور. حياك الله. يا هلا ومرحبا. صباح الخير. صباح النور عليك وصباح الصحة. صباح والوقاية والاهتمام من جميع أفراد المجتمع بالقدم والابتعاد بإذن الله أكيد عن الأمراض اللي ممكن تتعرض لها. نعم. لو نتكلم بداية دكتور طلال، ما هي أكثر أمراض القدم شيوعا؟ أمراض القدم كثيرة، بس اللي ممكن نشوفها هنا ونواجهها في الأيام هذه هي كثرة القدم السكرية أو المرض بسبب السكر. المرضى يصيبهم مشاكل واعتلالات صحية تؤدي إلى مشاكل في القدم. نعم. أمراض القدم تتراوح من أمراض الأطفال، يعني التشوهات الخلقية، أمراض الرياضيين، الرياضة بسبب الرياضة يصير فيهم اعتلالات في القدم أو في الساق، أمراض بسبب زيادة الوزن
تؤدي إلى انحدار القوس مع القدم الأساسي، فيتسبب آلام الكعب الزايد، التواءات بالمفاصل، انحرافات كثيرة جدا. لكن الشائعة أكثر اللي نشوفها عندنا في قسمنا هي بسبب السكر، القدم السكرية هي أكثر انتشارا. لكن الدكتور حابة من خلال تفضلك وذكر أكثر أمراض القدم شيوعا، ذكرت أن بعض الرياضيين ممكن يتعرضون لأمراض القدم وإضافة إلى الأشخاص اللي يعانون من زيادة الوزن، هل نعتبر الإهمال في بعض ممارسات الحياتية إن كانت تناول الغذاء أو ممارسة الرياضة بعنف في بعض أنواع الرياضات يعتبر سبب من أسباب أمراض القدم؟ صحيح، القدم يعني إحنا عندنا قدمين، والجزء يعني الوزن يتقسم إلى اليمين واليسار. نعم. فقدم تأخذ نص الوزن والقدم الأخرى تأخذ الوزن كله الثاني. على الرجلين. لما الإنسان يجري ويجري بسرعة يصير شيء يسمونه الضعف الوزن، ضعف السند. ففي لحظة من لحظات المشي الوزن كله يصير مضاعف على قدم واحدة. فإذا القدم مو مهيئة والحذاء نفسه عزكم الله إنه مو مهيئة يعني استقبال هذا الوزن، راح تؤدي إلى آلام. القدم مصنوعة من أقواس كثيرة، الأقواس هذه اللي موجودة في القدم هي عبارة عن السبرينجات اللي موجودة في الجسور. هذه السبرينجات هي تمتص الصدمة، فالإنسان لما يأخذ كل خطوة هو عبارة عن عامل صدمة لجسمه على الأرض. فالقوس هذا هو يأخذ هذه الصدمة، فبدل ما تتحول إلى المفصل من الركبة وبعدين الحوض ولا الظهر، حتى تسبب إلى آلام الصداع. صحيح. بسبب القدم. الرياضي مفروض أنه يعني أول شيء يعرف شنو نوعية القدم اللي عنده، مفروض أنه يزور أخصائيين ويعرف أن القدم يعني مهيئة أنها راح تتقبل رياضة المشي أو الجري أو شيء من هالقبيل. اثنين، لازم يختار الحذاء المناسب. في أحذية كثيرة في أحذية رياضية، لكن أنواع تختلف، والأنواع هذه على النوع الرياضة. في أحذية خاصة حق كرة القدم، في أحذية حق الجري، في حق رفع الأثقال أو لعب التنس أو كرة فكل حذاء مختلف لهذا الشيء. ومفروض أن المريض أو الشخص الرياضي يعني يختار هذا النوع. نعم. يختار النوع المناسب. نعم دكتور، حضرتك تفضلت وذكرت الأنواع أو المسببات اللي ممكن يتعرض لها الرياضي من وراء بعض الممارسات الرياضية الخاطئة وعدم استشارة الطبيب. اللي نعم. نعتبر هذه النقطة دائما نقطة رئيسية نذكر فيها، لابد من مراجعة الطبيب أو نعم. في حال الشعور ببعض الأعراض. نعم. دكتور، ما هي الأعراض اللي ممكن يشعر بها الشخص بالنسبة للقدم وتستدعي زيارة الطبيب مباشرة؟ إذا الشخص بدأ يحس في آلام في الساق بعد الجري أو المشي المستمر، إذا الشخص بدأ يحس في آلام في القوس مع القدم بطن القدم، إذا الشخص بدأ يحس في آلام خاصة الصباح أول ما يقوم من بعد الرياضة أو من بعد جهد، إذا الشخص بدأ يحس في آلام في أطراف الأصابع، هذه كلها مؤشرات. والألم هي نوع من نعمة من الله يعلمنا أن إحنا في شيء خطأ أو سوينا زيادة عن اللزوم. نعم. فهني ضعفنا الجهد على شيء اللي نقدر نتحمله، الطاقة على هذا الجزء تحديدا. نعم. دكتور طلال، ما نلغي اهتمام المرأة بارتداء الأحذية اللي تعتبر شكلا نعم. جميلة. نعم. لكن من ناحية الارتداء أعزكم الله مشاهدين، أكيد المرأة تعاني من بعض الآلام لمجرد الحصول على شكل جميل من وراء ارتداء هذه الأحذية، الطول، الشكل وغيرها من الأمور الجمالية. فحابين أن احنا نوجه الرسالة بالنسبة للمرأة اللي ممكن تزيد الضغط بالنسبة لها على رجلها تحديدا من وراء ارتداء هذه الأحذية. سبحان الله، في ناس يعني الله معطيهم نعمة أنهم ما عندهم آلام، عادي النسوان يلبسون هذه الأحذية المرتفعة الكعب والضيقة للأصابع، فيعني أقدامهم ممكن أنهم يمشوا تكون مرنة بالنسبة تكون مرنة. نعم. في بعضهم لا، عندهم من الولادة عندهم مشاكل في القدم، هذه معظم الأشخاص يعني يعانون منها. في بعض الناس عندهم القدم تكون حيل عريضة، فإذا تحشر في عزكم الله في حذاء ضيق أو نيرو يعني الأصابع بيسبب لها آلام. المشكلة وين؟ إن الشيء تسوي زيادة عن حد. السيدة إذا تبتلبس الحذاء الكعب العالي ما في مشكلة، بس لما يكون فيه يعني أمر يسدعي لها حفلة رايحة العمل شيء بسيط، المشي يكون محدود،
لكن إذا بتمشي مثلا في سوق أو تمشي في سفر أو شيء من القبيل، من الأفضل أنها تلبس حذاء مريح. نعم. حتى لو ما عندها إيه هي مشكلة، ممكن يكون رياضي في نفس الوقت. نعم. دكتور ممكن يسهل عليها الموضوع. حبينا في بداية موضوعنا عن أمراض القدم أن نعطي بعض النصائح لمشاهديننا، وتكون نصائح نوعا ما عامة بالنسبة للرياضيين، للمرأة، ولكل أفراد المجتمع. لكن حاليا دكتور حابين نتوجه بحوارنا معك للحديث عن القدم السكرية تحديدا، واللي يعاني منها بعض ممن يعانون من داء السكري. ما هو المقصود بالقدم السكرية؟ هل هي تشمل مرضى السكري من الدرجة الأولى والثانية؟ نعم، كما ذكرتي في نوعين يعني رئيسيين لمرض السكري، وكلهم بسبب اعتلال البنكرياس وقلة الإنسولين موجود في الجسم. نعم. فقلة الإنسولين تسبب زيادة السكر في الأوعية الدموية. زيادة السكر في الأوعية الدموية تسبب المشاكل هذه، وهي المشاكل يعني تبدأ من الرأس وتنزل للقدم، تأثيرها على العين، على اللثة، على القلب، على الجهاز الهضمي، الأعصاب والأوعية الدموية، كلها تتأثر بسبب ارتفاع نسبة السكر داخل الوعاء الدموي. فهذا السكر إذا ما طلع من الوعاء الدموي انحشر، ومن بعد سكر الوعاء الدموي. لما يسكر الوعاء الدموي خلاص الخلايا اللي تحتاج الغذاء هذا بدأ تموت. وأي نوع من الخلايا؟ هي خلايا الجلد، يصير في تقرحات في الجلد يعني سطحية. إذا خلايا للعصب يصير في اعتلال في العصب. خلايا العظم يصير العظم نفسه ينخر ويصير ضعيف. يعني أي خلايا بالجسم تكون فيها شاشة في العظام. يصير فيها شاشة. نعم. في العظام. نعم. دكتور طلال، ما هي بعض العلامات التي توحي إلى بداية مرض القدم السكرية؟ اولا مثل ما ذكرنا هي النوعين من المرضى. النوع الثاني هو اكثر الانواع تعرضا للمرض هذا اللي اسمه القدم السكريه. نعم. ليه؟ لان معظم مرضى النوع الثاني يكون الاكتشاف من مرض السكري متاخر، وهذا معناه ان السكر قد اثر تاثيرات سلبيه على الجسم من ضمنها القدم. اذا نحدد كلامنا على القدم بالذات، القدم تتاثر بحاجتين رئيسيات، واحده انسداد في الاوعيه الدمويه مثل ما ذكرت بسبب السكر، والثاني اعتلال في العصب. العصب هو الشيء اللي يعلمك، يعني الجهاز المنذر اللي يعلم اذا في مثل ما ذكرت ان الالم معناها ان شيء زياده عن حده، شيء مضغوط، شيء خارجي، انت دست على مسمار، على قزاز، على حصى، على اي شيء، يعلمك على طول العصب ان في مشكله، فعلى طول انت تعالج هذه المشكله، تنقذ نفسك قبل لا تصير المشكله. في هذه الحاله نقول الحمد لله رب العالمين على الالم. على الالم. نعم. لان احيانا هذه الامور البعض يعتبر ان الالم دائما سلبي، لكن نعم. في هذه الحالات قد يكون ايجابي للتعرف على بعض الامراض التي يصاب بها الجسد. نعم. الدكتور ما هي العلاجات بالنسبه للقدم السكريه؟ نعم. مثل ما ذكرنا احنا هني فبداية الأمر الإنسان أو يعني مريض السكر مفروض أنه يعمل فحص يومي للقدم مالته. الفحص هذا يتطلب أن الإنسان ينظر ما بين الأصابع، المريض يلمس طرف أصابعه أو أحد من أفراد أسرته يلمسه ويحس إذا هل أنا أشعر بالإحساس هذا البسيط ولا لا. نعم. هذه علامات يعني تدل المريض هل أنا بدأ العصب يتأثر أم لا. ممكن ان المريض قد تاثر هذا العصب من زمان فيصير فيه تقوسات في القدم، او يصير فيه الجلد يعني نشفان زياده، او رطوبه زايده ما بين الاصابع. فهذه الاشياء يعني علامات تعلم المريض ان في عنده مشكله. الحين شلون يعني نسوي وقايه من هذا الشيء؟ نعم. الوقايه ان الانسان مثل ما ذكرت يفحص القدم باستمراريه، وينظر ما بين الاصابع، دائما يخلي المنطقه هذه ناشفه ما بين الأصابع. ناشفة أو يرطبها دكتور؟ لا، ما بين الأصابع لازم تكون ناشفة. ناشفة. لأن الكائنات الحية اللي موجودة على جسمنا من ضمنها الفطريات تتكاثر في المنطقة الرطبة، فإحنا إذا خلينا زيادة رطوبة ما بين الأصابع بتزيد كمية الفطريات ويطلع عندنا المشاكل واعتلالات. بالتالي بين الأصابع تكون المنطقة لابد أن تكون جافة. أي نعم. أما بالنسبة للقدم بشكل عام لازم. نعم. تكون رطبة. تكون رطبة. إيه. نعم. في دهانات معينة، بس أهم شيء الإنسان ما يستخدم الدهانات المعطرة، أي نوع من الدهانات. الابتعاد عن المواد اللي ممكن تحتوي على مواد عطرية. عطرية. تهيج هذه المنطقة وتأثر عليهم. ممكن تسبب حساسية للمريض. نعم. دكتور طلال، تحدثنا في بداية حوارنا معك على موضوع وانت بكرامة مشاهدين على موضوع الأحذية. نعم. لكن بالنسبة لمريض القدم السكرية، ما هي أنواع الأحذية اللي لابد أن يرتديها؟
إذا المريض لا سمح الله صار عنده اعتلال في العصب، عموما مرضى السكر إذا ما عندهم اعتلال في العصب مسموح لهم يلبسوا أي حاجة يعني يبون يسوونها. نعم. لكن إذا المريض فقد الإحساس في القدم فلازم إحنا نعطيه شيء واقي. نعم. حذاء مرضى السكر هذا حذاء خاص ما يسمى حذاء طبي، الحذاء الطبي مفروض كل الناس تلبسه، لكن الحذاء مرضى السكر هم مرضى السكر للفاقدين الإحساس في القدم، وهذا الحذاء يوقي، يكون نسبة الارتفاع مالت الصندوق الأصابع كبيرة، من داخله لازم يكون لين، من برا لازم يكون ناشف وايد، لازم يكون مسكر. نعم. من كل جوانب حتى ما تدخل الأشياء الخارجية من برا وتجرح لا سمح الله. هذه الأحذية متوفرة وموجودة الحمد لله بمؤسسة حمد، يعني مجانية للمواطنين. نعم. دكتور طلال العنزي استشاري ومدير قسم الأمراض القدم بمؤسسة حمد الطبية، شاكرين لك دكتور وجودك معنا اليوم وأطلعنا على هذه المعلومات، ونتمنى دائما أن كل مشاهدينا ليس فقط من يعاني من داء السكري أن يأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، أكيد الوقاية خير من العلاج، فشكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لك، شكرا على الاستضافة. شكرا على وجودك ويانا. أحبتنا بالأمس تم إقام معرض خيري من قبل مؤسسة عيد الخيرية بعنوان تفانين، من خلاله تم عرض بعض المنتجات التي يذهب ريعها للعمل الخيري، خلونا نتعرف عليه أكثر من خلال هذا التقرير. طبعا السوق الخيري تفانين هو اليوم افتتاحه وبيستمر ان شاء الله 5 أيام اليوم السبت، من ويضم تقريبا 75 تاجرة مشاركين ببضايع مختلفة تناسب الأجواء العامة، والأسعار ما شاء الله يعني في متناول الجميع، وأنا أعتقد أن البضائع المعروضة تناسب الذوق العام لمجتمعنا. طبعا أنا عندي دعوة عامة للجميع أنهم يشاركونا في دعم برامجنا وأنشطتنا حتى يستمر عطائنا لهم من خلال طبعا زيارة المعرض والتفاعل مع التاجرات. أنا الغلا مصممة قطرية للؤلؤ والذهب في قطر، اكتسبت الحمد لله فضل رب العالمين سمعة طيبة من خلال إضافة لمساتي الجمالية في التصاميم، في تصاميمي الحديثة والمبتكرة، ودخلت في تصاميمي اللؤلؤ والذهب يعني بديزاينات مختلفة تشكيلات مختلفة عشان ترضي أذواق كل امرأة قطرية وخليجية، وجمعت في تصاميمي هذه بين الماضي وبين الحاضر. الحمد لله فضل رب العالمين، يعني أنا بديت مشواري في المجوهرات تقريبا يعني 5 سنوات 6 سنوات يعني قبل، بس دخلت مشروعي اللولو والذهب تقريبا من 3 سنوات. نزلت تصاميم جديدة لرمضان وإن شاء الله بإذن الواحد الأحد ترضي أذواق يعني الكل إن شاء الله. أنا مثل كل قطرية أحب أحافظ على هويتي وعلى تاريخ أجدادي من خلال المحافظة على أزياءنا التقليدية، على مجوهراتنا التراثية، حتى لو خليناها بصورة عصرية لكن تظل فيها رائحة الماضي. Thank you.
وصلنا معاكم أحبتنا إلى ختام حلقة اليوم. في حلقتنا تطرقنا لبعض المواضيع اللي من خلالها عرفناكم على بعض المشاريع التي تقام في الدولة، إضافة إلى الفقرة الطبية في حلقة اليوم تكلمنا عن أمراض القدم وأهمية دائما الوقاية قبل العلاج. نتمنى أن احنا وفقنا من خلال تقديم هذه المواضيع. في نهاية هذا اللقاء من فريق عمل برنامج فيض ضحى ومن أختكم أسماء الحمادي، بحب وابتسامة نقول لكم مع السلامة.